القوات العراقية تعلن استعدادها السيطرة على أكثر من 90% من مساحة الموصل القديمة آخر مناطق نفوذ داعش في المدينة، وتؤكد أن 800 متر مربع هي ما تبقى فقط. الله خلال الأيام القريبة القادمة يعني المعركة في نهايتها بالنسبة للمدينة القديمة، قريبا جدا سيتم تحرير المدينة. قيادة العمليات المشتركة أفادت بأن التنظيم حاول تقليل الضغط على عناصره المحاصرين وشن هجمات على عدة أحياء في أقصى غرب الموصل. قيادة العمليات المشتركة أفادت بأن التنظيم حاول تقليل الضغط على عناصره المحاصرين وشن هجمات على عدة أحياء في أقصى غرب الموصل. بينما قدرت مصادر ميدانية أعداد مقاتلي داعش المتواجدين في المدينة حاليا بنحو 350 مسلحا فقط، معظمهم من الأجانب. وتم إنقاذ آلاف من العوائل لحد هذه اللحظة، والعملية مستمرة لكنه تحتاج إلى تقدم بحذر شديد للحفاظ على المدنيين وللحفاظ على قطاعاتنا والبنى. كما استقبلت وزارة الهجرة والمهجرين عشرات العائلات النازحة من الموصل القديمة في مخيم حمام للعليل جنوب المدينة، وسط مخاوف من نزوح المزيد من المدنيين العالقين وسط مناطق الاشتباكات، والذي قدر عددهم بنحو 50,000 شخص.